بالتأكيد الصناعات الدوائية بالعراق من أهم الصناعات التي تتعلق بحياة المواطن العراقي. اليوم حقيقة العماد الأول في يعني وصول الأدوية إلى المواطن العراقي هي الأدوية المستوردة، والكثير يعلم أنه هنالك كثير من الأدوية من شركات غير رصينة ومن جهات غير معلومة، وبالتالي للأسف الشديد بعض ضعاف النفوس يتاجرون بحياة المواطن العراقي عن طريق إدخال أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية. طبعا احنا عندنا تجربة، شركة أدوية سامراء من أرقى الأدوية أنا أعتبر بالشرق الأوسط، لأنه كانت فعلا أدوية فعالة ومارك أعتبرها أني، فأنا شفت على أيدي الحكومة والنزاهة على هذه الخطوة الجبارة، وأتمنى أن تكون متابعة. مطلب الجماهير، مطلب المواطنين بصورة عامة، تشغيل المصانع، تشغيل كافة الموارد التي تعود بإيرادات لصالح خزينة الدولة، ومن أهمها هي صناعة الأدوية في العراق. أهلا بكم. إنتاج نوعي وأمن دوائي، توطين متنامي وتوظيف صحيح، تسعيرة ثابتة واستثمار مدعوم، زيادة في رأس المال وتعاقدات حكومية تنهمر كالمطر. كم تمنينا لو أنها الحقيقة، لكنها أمنيات وأحلام مؤجلة لقطاع الصناعة الدوائية في العراق. النزاهة تتحرى وتزيل الغطاء والغبار عن مشاكل جوهرية وجريئة. نسخ أرسلت لمكتب رئيس الوزراء وأمانة المجلس، لجان الصحة والاقتصاد، وزارتي الصحة والصناعة، هيئة المنافذ ونقابة الصيادلة. فهل سيتغير الواقع في القريب العاجل؟ أم أن توصيات التحري ستقيد ضد مصير مجهول وتوضع الأعوام المقبلة على نفس رفوف العقود السابقة؟ أهلا بكم. أرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، أجمل ترحيب. محور حديث ملفنا الأول راح يكون مع مدير عام شركة أدوية سامراء المهندس الكيميائي محمد عبد القادر. أستاذ محمد، مرحبا بحضرتك. مرحبا، شكرا. أهلا بجنابك. والنائب الثاني لنقيب الصيادلة الدكتور أنيس عبد الرزاق. دكتور مرحبا بجنابك. مرحبا بك وبجمهورك الكريم. أهلا بحضرتك. أستاذ محمد، أبدأ مع جنابك. تقرير النزاهة تطرق لعدة مشاكل يعاني منها القطاع الصناعة الأدوية في العراق، ودعت بشكل واضح إلى دعم هذا القطاع وزيادة التمويل لشركة سامراء لإنتاج الأدوية. شلون شفتوا التقرير؟ شنو التفاصيل اللي تتوفر؟ يعني بشكل عام يا ريت لو تتحدث لنا عن تفاصيل. أي نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أشكركم على الاستضافة وتحياتنا للسادة المشاهدين. حقيقة مشكورة جدا هيئة النزاهة حتى توصل الصورة بدقة واضحة جدا لقيادات الدولة ولمجلس الوزراء وللأمانة العامة، اللي أخذت على عاتقها مقررات مهمة في دعم الصناعة الوطنية الاستراتيجية، ومن أهمها هي الصناعة الدوائية. نعم. فحتى تكون إجراءات هذا الدعم واضحة لدى الدولة في أعلى درجاتها، لازم تكون التفاصيل مطروحة أمامها بوضوح، حتى الإجراءات العفو تكون قابلة للتطبيق، والدعم والمقررات تكون تؤتي بثمارها. فالحقيقة لجنة مختصة من هيئة النزاهة
زارت بالنسبة لنا يعني كالقطاع الحكومي الرئيسي بالصناعة الدوائية اللي هي أدوية سامراء، زارت كل مصانعنا يعني في مقر سامراء وفي المصانع الخارجية المنضوية تحت إدارة أدوية سامراء فنيا وماليا، ورفعت تقرير دقيق جدا واحنا معاها في كل توصيات. استاذ محمد، التقرير ذكر عده نقاط وتوصيات مهمه، شنو ابرز نقطه يعني تعاني منها شركه ادويه سامراء بالفعل اليوم وهي ابرز معوقاتها؟ نعم، الحقيقه من ابرز النقاط اللي اشار لها تقرير اللجنه المختصه هي الترهل الموجود باعداد الموظفين في سامراء. نعم، باعتباره قطاع حكومي الحقيقة ورثنا هاي الأعداد يعني يعني بصورة خارج إرادتنا. 5585 يعني بهالحدود بهالحدود. عندنا مصانع في نينوى، عندنا مصنعين في نينوى اللي هي المحايل الوريدية، ومصنع نينوى اللي تعرض للتدمير بنسبة تصل إلى 90% بسبب أحداث نينوى. ولدينا مصنع بغداد للغازات الطبية والمستلزمات اللي هو في بغداد، ولدينا مصنع بابل اللي أيضا يعني كان أن بتجربة استثمارية للأسف كانت متلكية وفاشلة ومستمر التوقف لحد الآن. احنا عندنا إجراءات يعني كأدوية سامرة، عندنا إجراءات للتعاون مع القطاع الخاص بأسلوب الشراكات، يعني سواء كان تأهيل وتشغيل أو إنشاء مصانع جديدة حسب أسلوب النافذة الواحدة يصنف في تفاصيل العقود الاستثمارية. والحقيقة الكرة الآن بملعبنا احنا كمصانع وطنية، يعني الدولة أبدا ما صار بها أي تلكؤ وتقصير في دعم مصانعنا الوطنية. خلي أناقش وياك فقط أول نقطة اللي ذكرتها، الترهل الوظيفي لأعداد المنتسبين الكبيرة شلون تأثر؟ يعني اليوم أنت عندك عدد موظفين زايد عن الحاجة، أولا ليش هذه الأعداد وصلت إلى هذا الحد؟ وبأي طريقة تأثر سلبا على أداء الشركة؟ الحقيقة الأعداد هي أصلا ملاكات موجودة في هذه المصانع، يعني ورثناها يعني حتى قبل التغيير اللي صار بالبلد ومستمرة هاي الأعداد. احنا من سنة 2008-2009 توقفت عندنا حركة الملاك، يعني ما صارت إضافات إلا باستثناء تشغيل لعقود وزارية يعني اللي انشملوا بالقرار 315 لتجديد الدماء. الحقيقة ملاكاتنا أصلا وصلت لأعمار بعد حتى ما تقدر تقدم المطلوب من عندها فنيا، وتعرف الصناعة الدوائية تحتاج للتركيز بكل التفاصيل لأنه هذه صناعة تمثل طرح منتج للسوق يمثل حياة المواطن بصورة مباشرة. نعم. هذه الأعداد تدخل في حسابات الكلف للوحدة المنتجة. دمج يمكن موظفين شركة نينوى أيضا؟ نعم، هو أنا هسه جاي بالكلام لحضرتك. فعليا اللي يعمل في أدوية سامرة هو مركز سامرة اللي متكون من 5 مصانع رئيسية. نعم. عمودها الفقري هو مصنع الحبوب يعني المستحضرات الصلبة. الحسابات المالية كلها تحسب كمدخلات هي الواردات من مصنع سامراء المركز، باقي المصانع حاليا كلها متوقفة، فبالضرورة من تصير الحسابات الختامية لميزان الربح والخسارة. نعم. فأكيد راح نطلع يعني شركة خاسرة، فإحنا بدورنا لازم نلقى حلول لهذه المصانع المتوقفة. والحقيقة إجراءاتنا كانت متأخرة لأنه مصنع نينوى أساساً بعد دمجة معانا هو كان مستثمر من قبل شركة أردنية وتعرض للدمار مثل ما قلت حضرتك. أستاذ نعم. العفو نعم. أستاذ محمد، يعني خاسرة طبعاً خاسرة إذا نعم. عندكم تعاقدات نعم. مع جهات حكومية يبيعون الدواء بأسعار رمزية. نعم. وحتى بالعقود أيضا مذكور أنه يتم استرجاعها حتى قبل انتهاء مدة صلاحيتها الأكسباير بأيام. هذه حتى التقرير وصف هذه العقود. نعم. بالمجحفة بحق شركة أدوية سامراء. نعم. احنا طولنا على الدكتور، أرجع لك بهذه التفصيلة. نعم. دكتور أرحب بحضرتك. نعم. مرة ثانية. قطاع صناعة الأدوية يواجه مشاكل متعددة بحسب
التقرير من هيئة النزاهة اللي رفع لي الأمانة العامة لمجلس الوزراء. زين، من ضمن هذه المشاكل يعني إعفاءات جمركية ماكو، الكثير من الأمور، برأيك شلون نقدر اليوم نعالج هذه المشاكل حتى نطور قطاع الصناعة الدوائية؟ شكرا جزيلا لحضرتك. حقيقة الصناعة الدوائية تختلف عن باقي يعني أنواع الصناعة بخصوصيتها مثل ما تفضل أستاذ محمد، كونها تمس حياة المواطن، حساسة بالتصنيع، وكذلك من جانب آخر هي معقدة في عملية التصنيع، والأخذ بنظر الاعتبار أنه لا توجد صناعة للمواد الأولية بالعراق، بل المواد الأولية التي تصنع من الأدوية بنسبة 95% منها هي استيراد من الخارج. جيد. فهنا عندنا مشاكل كثيرة تواجه هذه الصناعة في عملية استيراد المواد الأولية، وفي عملية استيراد مواد التعبئة والتغليف، وفي عملية الحصول على الموافقات. هذه للمصانع اللي هي يعني موجودة فعليا وتنتج. عندنا أيضا مشاكل للمصانع اللي هي قيد أو تحت التأسيس، يعني اليوم إحنا لما نستعرض بلغة الأرقام نشوف أنه المصانع الفعلية اللي موجودة حدود 19 مصنع إلى 20. هذه أغلبها مصانع أنشئت من قبل 2003، قديمة جدا. والمصانع اللي حاليا قيد التأسيس هي حدود 20 مصنع أيضا. زين. وأكو تقريبا 60 طلب لإنشاء مصنع، مجرد طلبات لم تدخل حيز البناء والتنفيذ لحد هذه اللحظة. هذه المشكلة، أنه الحصول على هذه الموافقات هي عملية معقدة جدا، تمر بأكثر من 14 وزارة ودائرة، وكل هذه الدوائر بها بيروقراطية وبها إجراءات، وتبدي كل وزارة تبدي من البداية. دكتور، حقيقة يعني أنتم اليوم كنقابة أخذتوا دوركم ورفعتوا توصيات بأنه هذا القطاع المهم يحتاج إلى دعم حكومي، بالتالي يحتاج إلى إعفاءات جمركية عن المواد الأولية لصناعة. إحنا قبل هذه إحنا التقينا بدولة رئيس الوزراء وحصلنا منا موافقة على إنشاء مدن صناعية دوائية خاصة، ورحب بالفكرة بكل قوة ودعمها. وايضا في موضوع الاعفاءات الجمركيه، احنا المشكله بانه الادويه الاجنبيه اليوم التعريف الجمركيه لها هي 0.5%، بينما المواد الاوليه اللي تدخل بالصناعه تعريفه الجمركيه هي 4%. فبالنتيجه المنتج الوطني لما يتم انتاجه وطرحه للسوق راح يجد صعوبه في منافسه الاجنبي، وهذا يحتاج إعادة نظر حقيقة بالتعريفة الجمركية وبسياقات الإعفاءات الضريبية أيضا. التقرير يقول يحتاج إعادة نظر، يقول يحتاج إنصاف. أنتوا بعد هذا التقرير اللي صدر شنو تحركاتكم حول هذا الموضوع؟ إحنا من خلال دعمنا للصناعة الوطنية والعمل على التوازن بين الأدوية المستوردة والأدوية الوطنية، نقابة الصيادلة رفعت توصية إلى رئاسة الوزراء وإلى وزارة الصحة بأنه وجوب أن تكون المصانع الوطنية تحتوي على صيادلة. يعني اليوم إحنا مصنع أدوية سامراء اللي هو من أعرق المصانع وأكبرها بالعراق، لا تحتوي إلا على صيدلي أو اثنين من ضمن هذه 5000 وكذا موظف، فقط صيدلي أو اثنين هم صيادلة والباقين باختصاصات أخرى، رغم أنه وجود الصيدلي في هذه المصانع يضمن المأمونية في هذه الصناعة الحساسة. فواحدة من توصياتنا وجوب أن يكون الصيادلة موجودين في هذه الصناعة. ليش هذا؟ إذا كان فعلا هناك حاجة فعلية للصيادلة ليش بس اثنين فقط؟ الأمر خليل الدكتور رح يجاوبنا أستاذ محمد إن شاء الله. رغم أنه طبعا مدينة سامراء اللي فيها مصنع أدوية سامراء يعني بيها أكثر من 400 صيدلي من الزملاء اللي أنا أعرفه، بس أكو عزوف بصورة عامة، عزوف من الصيادلة للعمل ضمن الصناعة الوطنية أو الصناعة المحلية، لأنه بصراحة غياب الدعم. يعني إحنا اليوم لما نريد نسوي توطين للصناعة ونريد أمن دوائي، احنا نتذكر في جائحة كورونا
صرنا في موقف محرج لأنه شحة حقيقية ولا توجد عندنا صناعة تغطي هذا الاحتياج اللي يحتاج الناس. وكانت الدول الموردة للعراق أول همها شعوبها قبل ما تفكر بشعوب الآخرين، فكنا في موقف محرج خلانا أن لازم نعيد النظر في صناعتنا وتوطينها. دكتور لا تزعل مني، اليوم النقابات قلب الدنيا تطيح والطالب وتريد وما أعرف شنو، يعني نحتاج إلى دور أقوى لنقابة الصيادلة بأخذ الحقوق، بربما الالتفات إلى أمور مهمة ما انتبهت لها الحكومة ومظلوم بها قطاع الصناعة الدوائية. قطاع الصناعة الدوائية أمانة مظلوم فعلا، مظلوم ومحتاج دعم من نقابتنا ومحتاج دعم حكومي حقيقي. يعني اليوم صناع القرار قراراتهم حقيقة جريئة لكن لمن ومفيدة، لكن لما تجي على الإجراءات وتجي على التنفيذ تجد الجهات المنفذة معرقلة لكل خطوة من هذه الخطوات. جيد أستاذ، أعود لحضرتك، شلون اليوم تردون الشركة تكون رابحة وتعاقداتكم بأسعار يجوز حتى مس التكاليف الإنتاج، وبالتالي ضمن شروط العقد لك حق الاسترجاع إذا ما بعت الدواء حتى لو باقي له أيام قليلة من الإكسباير؟ نعم، الحقيقة حضرتك تتكلم عن عقودنا مع وزارة الصحة وتحديدا الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة اللي هي كيماديا. للأمانة كيماديا أو كوزارة وزارة الصحة عندها ضوابط في توفير الأدوية للمواطن وعندها سقف سعري لكل مستحضر، وهي طارحة عروضها للمنافسة لجميع المصانع الوطنية فيما لو كانت تنتج الأيتم المطلوب. أنا ما أشوف أكو إجحاف من وزارة الصحة للأمانة، كان هذا الشرط الموجود في العقود القديمة، يعني هذه الفقرة انشالت هسه بالعقود الجديدة اللي صارت تحديدا بال 23. ممتاز. اي مال ارجاع الأدوية اللي يصير اكسباير في مخازن وزارة الصحة وهي ما ناجحة في تصريفها للمصنع، هذه انشالت في السنوات السابقة كانت في سنوات سابقة كانت موجودة، والحقيقة تحركنا عليها وثبتنا ملاحظات واستجابوا وزارة الصحة مشكورين. ممتاز. ورفعوا هذا الشرط. أما بالنسبة للأسعار حقيقة فتعرف يعني وزارة الصحة ما متاح لها أنه تشتري بأسعار أغلى من منتج متاح لها في مكان آخر، هذا يتعلق بضوابط وزارة الصحة وآليات الشراء الموجودة بوزارة الصحة. الأسعار احنا نشوفها يعني منصفة، احنا عندنا أسعار تسجيل في وزارة الصحة لكل ملف الحقيقة مدى يكون أقل من سعر التسجيل بنسبة كبيرة. احنا الدعم الرئيسي المطلوب اللي نريده تتوفر لنا فرص لتحسين الكواليتي مال مصانعنا. انا دا اتكلم تحديدا عن SDI، عن أدوية سامر. نعم. تعرف حضرتك والجميع يعرف وكل القطاع الدوائي والصحي يعرف انه شركة أدوية سامراء في مصانعها يعني عمرها أكثر من 60 سنة، 60 سنة تشغيلية، فبناياتها ومصانعها القديمة وصلت إلى مرحلة ما تحقق متطلبات منظمة الصحة العالمية في استمارة التصنيف. نعم. اللي هي مفروضة على كل مصانع الأدوية في العالم ومنها مصانع الأدوية بالعراق. إذن شنو احتياجاتكم؟ إحنا احتياجاتنا الحقيقة نفذنا الجزء الأكبر من خلال الخطة الاستثمارية الحكومية، راح نتحول بالكامل مصنع سامرة إلى مصانع جديدة جاري تنفيذها يعني في غضون السنة ونص أو السنتين، يعني حسب تنفيذ كل عقد سواء كان على الخطة الاستثمارية الحكومية أو كان مشاركة مع القطاع الخاص إلى فترة تنفيذ تعرف حضرتك، بالمصنع بالكامل راح ينتقل وراح نحصل متطلبات وزارة الصحة للبيئات الإنتاجية تحديدا وظروف الإنتاج الدوائي اللي تخليها مطمئنة انه تقدم عروضها وتشتري من أدوية سامر. جيد استاذ محمد، انا اريد فقط الوقت يسحبني حتى عدد امور اريد اعلق عليها. مثلا مبالغ التعاقدات ذكرها التقرير 14 مليار
979 مليون دينار، وتحدث أيضا عن وسطاء ما بين الشركة والجهات الأخرى، وقال لازم ما يكون وسطاء بين هذه الشركة بحجم هذه التعاقدات البسيطة جدا. يوم نشوف وسطاء بهذه الأمور؟ لا عفوا، ماكو أي وسطاء بينه وبين وزارة الصحة، التعاقد مباشر، يعني أي وسطاء ما موجودين. لا مو أتحدث عن وزارة الصحة، نعم، مع جميع القطاعات اللي يتعاملوا معها، هل هناك وسطاء؟ تقرير يتحدث يقول هناك وسطاء ويجب إبعاد الوسطاء عنها ويتم الأمر بصورة مباشرة. لا عفوا، احنا جهات تسويقنا جهتين رئيسية، هي القطاع الخاص والقطاع العام اللي متمثل بوزارة الصحة وشركة التسويق كيمالي. نعم. بالنسبة للقطاع الخاص عندنا وكالتين تخصصية تسويقية، هي وكالة الناقوس الفضي ووكالة الإكليل الفضي، هذه تسوق منتجاتنا للقطاع الخاص، وهذه محكومة بتارجت شهري، وبالضرورة هو يكون سنوي. المشكلة بإمكانية تنفيذنا لهذه البرامج، احنا نعاني بسبب تعدد مصاريفنا وتعدد منافذ المصاريف اللي والمخرجات اللي ما تتوازن ويا المدخلات. يعني ذكرت لحضرتك عندنا مصانع متعددة، هاي تفرض علينا تبعات كثيرة، يعني نينوى بعد الدمج هي عليها استحقاقات لكيمادية، نعم، لوزارة الصحة، وعليها استحقاقات قروض احنا حاليا ندفعها كنسب مئوية من عقودنا باعتبار انه دمجت معانا، وهذا شيء احنا خارج ارادتنا للامانه. تعاني الشركه من عجز كبير، هي اساسا يعني تعاني من ضعف السيوله، فحقيقه احنا نحتاج دعم مادي. استاذ، نعم، العلاج اللي يتوفر، نعم، في شركه ادويه سامراء، نعم، اللي يتم انتاجه، نعم، ليش نشوف اليوم ايضا المشابه له بالسوق موجود؟ نعم. وبالتالي انا اليوم اذا اريد اسوق بضاعتي، نعم، وادعم المنتج الوطني، نعم، امنع استيراد اي دواء انا اقدر اصنعه بنفسي؟ هذا سؤال مهم جدا الحقيقه. انت يعني من تريد تمنع استيراد منتج مهم جدا لحياه الناس، لازم انت تكون قادر على تامين الطاقه الانتاجيه لهذا المنتج داخليا حتى تمنع استيراده. المعلومة المثبتة كل المصانع الوطنية الدوائية بالعراق، نعم، ما تقدر تأمن حاليا في الوقت الحالي، ما تقدر تأمن أكثر من 15% من القيمة المطلوبة لتوفير الأدوية للمواطن العراقي. هذه أرقام مثبتة، فبالتالي انت ما تقدر تمنع استيراد أدوية منقذة لحياة الناس وأدوية تخصصية وانت ما عندك اكتفاء ذاتي. فهذه الموضوع هذا يراد له دراسة عميقة، وايتم ايتم، نعم، يعني مستحضر نشوف نسب تمكن المصانع الوطنية من تأمين حاجة العراق إلى يلا تصير الإجراء عليه. اي نعم. دكتور، نعم، شلون نقدر نحقق الأمن الدوائي في العراق؟ مشينا خطوات جيدة في هذا الباب. أنا يمكن شوية أختلف مع أستاذ محمد في عدم قدرة المصانع الوطنية على تأمين نسبة كبيرة من الأدوية. قبل فترة واجتماعات مكثفة مع وزارة الصناعة ومع وزارة الصحة صدرت قائمة ب 23 آيتم، هذه الآيتمات اللي تقدر المصانع الوطنية تأمينها كما ونوعا، ودخلت ضمن حماية المنتج، لكن للأسف كتنفيذ لم يتم التنفيذ. يعني تقدر تكتفي ذاتيا بالنسبة للعراق 100%، وأكثر من الطاقات الإنتاجية الموجودة أكثر حتى من الحاجة ببعض الآيتمات. المشكلة اليوم إحنا الأدوية، هناك منافسة بالأدوية الكمية وليس النوعية، يعني الأدوية التخصصية والأدوية المهمة، الاستيراد التكنولوجي او التكنولوجي ترانسفير. احنا محتاجين خطوات في هذا الباب. احنا نقابة الصيادلة رفعت مقترحات للأمانة العامة وايضا لوزارة الصحة في هذا الباب من اجل تسهيل الكراس التعاقدي. اكو فد بروتوكول للتعاقد مع الشركات الأجنبية والشركات العالمية والتوأمة مع المصانع الوطنية. يعني اليوم احنا مثلا نشوف بالجامعات العراقية
سعت وعملت توأمة مع جامعات أجنبية من أجل رفع مستواها. صح. نفس العملية مع المصانع الوطنية تم توأمة ويا شركات عالمية من أجل الارتقاء بنوعية الدواء وليست فقط الكمية. الكراس التعاقدي أو الضوابط الموضوعة من قبل وزارة الصحة يراد لها إعادة نظر كلها، لأنه هذا صار للكراس أكثر من 10 سنوات. إحنا اليوم ما دام رفعنا شعار التوطين ورفعنا شعارات استثنائية من أجل رفع مستوى الصناعة الوطنية وتوطينها والرقي بها، لازم نأخذ قرارات جريئة ونأخذ قرارات استثنائية أيضا. فمن ضمنها أكو فد تخوف من التعاقد مع الشركات العالمية. إحنا اليوم إذا ما راح تدخل الشركات العالمية وتنقل لنا هذه التكنولوجيا ما راح نقدر نرتقي بالنوعية الأدوية. أما بالنسبة للكميات فأعتقد ومتأكد بأنه الكميات إحنا نقدر نغطي أكثر حالياً نغطي 25%. نغطي ولو استطعنا نقدر نغطي 100%، لكن موضوع الأمن الدوائي من أهم المواضيع، وإحنا نشوف حتى اللحظة تدخل أدوية غير خاضعة للفحص الدوائي والتهريب وموجودة بالأسواق. هذه مشكلة بلد عام، هذه مشكلة منافذ حدودية خارجة عن السيطرة، هذه مشكلة اضطراب بالوضع العام كله، أكو عشوائية. الصناعة الوطنية تقدمها أعتقد راح يكون خطوة نحو إبعاد هذه البضاعة الرديئة، بضاعة تحت يعني اليوم الأدوية الوطنية تحت إشراف وزارة الصحة في كل تفاصيلها. اليوم احنا نستورد المواد الأولية وتفحص في مختبرات وزارة الصحة، تنجح نسوي الأدوية تصنع ولما ينتهي تصنيع تفحص، فهي أمينة وفي متناول. أما الأدوية الأجنبية المشكلة أنه مناشئ مختلفة، مناشئ مجهولة، حدود مفتوحة. هذا بالنسبة عندنا حتى نظام التسعير بالنسبة للأدوية واحدة من المشاكل اللي هاي مشكلة أزلية، صار سنوات راح نسوي معادلة التسعير للأدوية مجحفة جدا، يعني يعامل الدواء الوطني معاملة المناشئ الآسيوية رخيصة جدا، وهذا يعني محقق صناعة. دكتور تعال احكي لي اليوم ليش ما يتم التوجه للتسعيره الموحده حالنا حال بقيه الدول او حتى اقليم كردستان؟ احنا نمشي احنا بالعكس نمشي اليوم. تدخل انا واحد من الناس ادخل علاج هنا القى ب 10 هنا 19 هنا ب 17. وزاره الصحه من قبل 6 اشهر بالتعاون ويا مع نقابه الصيادله سوينا حمله للافصاح عن كل الادويه وتسعيرها ووضع الاستكرار الموحد عليها، وبدت فعلا اليوم تروح للصيدليات تلقى أدوية مسعرة وتجد هذا الاستيكر. نعم. اليوم الوضع يختلف عن قبل أشهر، أكو تطور في هذا المجال، لكن إحنا مشكلتنا اليوم بالصناعة الوطنية مو هذا الاستيكر، المشكلة معادلة احتساب السعر هي لحد الآن هي مجحفة، محتاجة أنه ترفع هذا السعر تنطي حق الصناعة الوطنية. المواطن يقول لك ما اريد 10 صيدليات ببغداد بين سعر موحد، وحد لي قرار صادر على كل صيدلية، ماكو صيدلية تبيع بالسعر. نقابة الصيادلة عندها فرق من المفتشين بدت عملها من اسابيع للتفتيش على الصيدليات، ووجد هذا السعر الموحد في من اقصى العراق الى اقصاه، سعر واحد وموحد ومنظومة كاملة. جيد. أستاذ محمد جزئية ذكرها قبل قليل، صيادلة اثنين فقط عندكم من ضمن أكثر من 5000 موظف، إذا تعلقنا على هذه الجزئية. وختاما نعطي الدقيقتين الأخيرة لجنابك حتى تتحدث لنا عن أبرز الاحتياجات اللي ممكن تلبيها الحكومة وأنتم مقبلين على إنشاء بنى تحتية وافتتاح بنى جديدة. تفضل. حقيقة الموضوع واسع والدقيقتين الأخيرة راح أحاول يعني أضغطها شوية المعلومات. أنا بس بالنسبة للصيادلة إحنا مصنع تابع لوزارة الصناعة، فالكوادر وزارة الصناعة لما يجي الصيدلي المفروض يشمل بنظام التدرج ذوي المهن الصحية. نعم. هذا السبب الرئيسي للأمانة. سابقا يعني في فترات سابقة قديمة كنا تابعين لوزارة الصحة بس باعتبارنا شركة إنتاجية، إحنا نعم
ننتج أدوية، بس المصانع كلها عبارة عن تشغيل خطوط إنتاجية وتشغيل مكان. يعني ممكن الصيدلي يخدمني جدا في الكواليتي أشورانس، في التوكيد النوعي، في قسم البحث والتطوير كفورملا، كاستنباط مستحضر جديد. أما تصنيعيا نعم. موضوع جبالي أنه اليوم أدويتنا اللي نصنعها بشركة أدوية سامراء تضاهي الأدوية المستوردة العالمية بنفس الجودة؟ أكيد أكيد أكيد، إحنا عندنا دراسات تكافؤ حيوي، عندنا مضاهات، دراسات سريرية بحيث تطلع النتائج مقاربة جدا للبراند، ومرات يعني مساوية مطابقة للبراند. فللأمانة بس أرد أعقب على موضوع الـ 23 آيتم اللي تحقق الاكتفاء الذاتي. نعم، الـ 23 آيتم كجزء من منظومة الاستيراد لكيماديا يعني ما تمثل بوينتات، يعني فأني ما أقدر أعمم طاقات الإنتاجية على كل الآيتمات. فهذه ليش قلت لحضرتك لازم تدرس آيتم آيتم حتى يتخذ قرار وقانون وتفعيل قانون حماية المنتج. بالنسبة أن مع وزارة الصحة الحقيقة كضرورة ملحة أنه عقودنا معها يطلقون السلف التشغيلية لتنفيذ هذه العقود. الحقيقة وزارة الصحة عندها ضوابط، الضوابط تقول أنت لازم تقدم خطاب ضمان يغطي قيمة العقد، وهذا نعم. يعني بالنسبة لنا كأدوية سامرة على مدار عقودها ويا الصحة وتعاملها ويا الصحة اللي عمرها أكثر من 60 سنة، يعني ما معقولة ومو منطقي يعني تساويني مع مصنع للقطاع الخاص مؤسس قبل 2 أو 3. احنا عندنا تعامل ولد الثقة لعشرات السنين، فاحنا لو يجينا يعني استثناء بالنسبة لي انا لو عندي سيولة اخلي خطاب ضمان، بس هي مشكلة هاي. نعم. داهمنا الوقت، مدير عام شركة أدوية سامراء المهندس الكيميائي محمد عبد القادر، شكرا جزيلا. أنا أشكرك، شكرا جزيلا جنابك، والنائب الثاني لنقيب الصيادلة الدكتور أنيس عبد الرزاق، شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا، ملفنا الثاني لحلقة هذا اليوم راح يكون عن ارتفاع نسبة الحرائق خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وراح نفتتحها وإياكم بتقرير الزميل شيبان سامي. يسجل العراق سنويا آلاف الحوادث من الحرائق التي تندلع في مختلف المحافظات، وسط انعدام السلامة العامة في أغلب المباني والأسواق والمحلات التجارية. ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق الدفاع المدني، فإن مواطنون يؤكدون أن هناك العديد من الأسباب أسهمت برفع معدلات الحرائق. والله أولا تماس الكهرباء، هاي أولا. ثانيا قوة الحرارة ما الجو. اثنين انتشار هذا النوب السندويش ما السقوف الثانوية، هذا سريع الاشتعال البنزين. هذا راح اعطيك ابسط مثال على المحلات، الواجهات الديكورات ما ديكورات وحدة بصف الثانية، يعني ماكو مجال، شبر ماكو بيناتهم. هذا من يصير التماس كهربائي، من لقف واحد اخذ اللقف البقية. غياب ثقافة السلامة المهنية أحد عوامل انتشار الحرائق التي ارتفعت إلى أكثر من 21,000 حريق منذ بداية العام الجاري، وتنوعت تلك الحرائق ما بين الكبيرة والمتوسطة والخفيفة. كل مكان السلامة المهنية، احنا ثقافة السلامة المهنية شبه المعدومة، 21,000 رقم يعني رقم مأهول، رقم يعني كبير بالنسبة لدولتنا، بالنسبة للوقت اللي احنا 2024، هذا الوقت اللي يشوف السلامة المهنية وين وصلت. ولفت خبراء ضرورة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مكافحة الحرائق، إضافة إلى توفير وسائل السلامة وطفايات الحريق خصوصا في المجمعات السكنية. يجب أن تكون هنالك تكنولوجيا متطورة، وهذه التكنولوجيا قد اعتمدت في كثير من البلدان العالم، ومنها الطائرات لمكافحة الحرائق التي تحصل سواء في المزروعات أو في المزارع أو في المصانع. هذه كلها أدلة بأنه على الحكومة أن تراقب هذا جيدا لغرض تفادي هذه الخسائر قد تكون في الأرواح وفي المادة. فلهذا نقول بأنه يجب أن تكون هنالك إجراءات وقائية استباقية قبل البدء بتنفيذ مشروع.
يسجل العراق أرقاما قياسية بارتفاع معدلات الحرائق التي تتجاوز 21,000 حريق، وسط مطالبة بإنشاء مراكز إطفاء خصوصا في المناطق الشعبية لوضع حد لتلك المآسي التي باتت تفتك بالعراقيين. من العاصمة بغداد، شيبان سامي، الأيام الفضائية. إذا مشاهدينا، محور حديث ملفنا الثاني راح يكون مع مدير إعلام وعلاقات مديرية الدفاع المدني العقيد رحمن حسين مهدي. سيادة العقيد مرحبا بحضرتك. أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، أهلا بجنابك. الله يبارك. سيادة العقيد، شلون نشوف نسبة الحرائق إذا نقارنها بالعام الماضي؟ أيضا كم هو أجمال تنبيهات عدد الحرائق خلال الربع الأول من هذا العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل بداية موسم يصدر عن الدفاع المدني عدة وصايا وعدة إرشادات. كل بداية حدث، كل بداية موسم، كل بداية حملة. نعم. الحقيقة عام 23 عن 22 هناك انخفاض بنسبة 21% من عدد الحوادث، وبالربع الأول من 23 4413 حادث، الربع الأول من 24 3051 بنسبة انخفاض 1361 حادث. 23 عن 24. 23 24 والربع الأول من عام 24 هو 3051 حادث بفرق 1362 حادث. هناك انخفاض بنسبة 47% تقريبا. ممتازة. نسوي حلقتنا انخفاض عدد الحرائق. انخفاض طبعا طبعا بهذا العام، إذا نقارنها بالعام الماضي. بالعام الماضي هذا نتج عن الحملة الكبيرة اللي قادها السيد مدير الدفاع المدني الوالي الحقوقي محسن كاظم عليك. كانت توجيهاتها واضحة للمحافظات وللمشاريع كافة بتكثيف عملية الكشوفات. الكشوفات اللي تكون بكافة مفاصل الدولة من منشآت، من مصانع، من مزارات، من وتصنف طبعا. نعم. مشاريع الصنف أليف وباء وجيم، وكل ضمن يعني كل ضمن منطقة جغرافية يتم الكشف عليه وتحديد مخالفات الدفاع المدني، وبالتالي راح يكون كشف أول هو تحديد المخالفة بزي. وكشف ثاني متابعة للكشف الأول. جيد. سيادة العقيد، الحرائق وأعدادها اللي تحدثت عنها بالربع الأول من هذا العام والربع الأول من العام الماضي، بالنسبة للحرائق الكبيرة العرضية البسيطة شو التفاصيل؟ مجموع الحوادث. مجموع الحوادث، لا اليوم إذا أريد نتحدث عن الحوادث الكبيرة، كونه يعني بالعام الماضي بعد عدة حرائق كبيرة شفناها، هناك توصيات ومتابعة أكيد لمنع أكيد التشييد بالسندويتش بانل وغيرها. طبعا نسبة 60% من الحوادث هي تماسي الكهربائي. كل بداية موسم كل وهاي التماسي الكهربائي طبعا لها تداعياتها، لها خصائصها، الخزن الخطأ، الخزن الغير جيد، يعني كليتنا بعدنا ما نسينا حادث مركز العطور في الوزيرية. نعم. عمارة بثلاث طوابق أربع طوابق مخزونة خزن غير صحيح، سندويش بانل وعطور عطور في حتى في الممرات، حتى في السرداب، حتى في الأسطح، هناك مواد سريعة الاشتعال، إضافة إلى المخازن اللي مبنية من السندويش بانل. احنا لا بأس أن يعني سندويش بانل، لكن أكو نوعية خاصة مقاومة للحرارة تتحمل 750 درجة مئوية، هذه طبعا احنا لا يعني ليس من المعقول ان نوافق على بناء من السندويش بانل. هناك يعني مستشفيات تم غلقها، دوائر كبيرة تم غلقها. عندك احصائية عن دوائر تم غلقها اليوم؟ الشارع يقول ما شفنا بناية انه انكتب عليها تم اغلاقها بسبب مخالفة الضوابط والشروط. خل اعطيك فكرة بسيطة عن كيفية الغلق. اي والله. طبعا منشأة ما أو معمل ما يتم الكشف عليه بالنصف الأول من العام، ويتم ما يتم تثبيته من مخالفات. زين. في النصف الثاني يتم متابعة للكشف الأول، إذا نفذ فهو راح يكون على الخط الآمن، وإذا ما نفذ راح يحال إلى جلسة الفصل، وهي محكمة مصغرة داخل الدفاع المدني يرأسها السيد مدير الدفاع المدني الوالي الحقوقي، ويعاونه رجال من المديرية أيضا اختصاص قانون. هاي المحكمة شكلت وفق المادة 20 من قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013. هذا يا أما يتم الغلق أو
الغرامة. وحاليا يعني اكو تعديل في مجلس النواب لاربع مواد من هذا القانون، وإضافة مادتين لهذا القانون راح يكون طبعا مع حجم المخالفة. هذه بالنسبة لمباني أهلية ومؤسسات حكومية، تشمل المخالفات، يعني حسب عدد العاملين، حسب نوعية العمل، خطورة العمل، حتى الفنادق، حتى المعامل، حتى المصانع، هذا يكون تحت طائلة هذه المادة. شقد عندنا نسبة مخالفين بالعراق اللي رفعتوا أو المفروض ترفعون بهم تقرير؟ شكلهم خطورة ربما. أي مادة للسندويش مرن يعتبرها خطرة، أي بناء سندويش مرن يعتبر خطر، لأن هذه مادة أولا نتائجها يعني أبخرتها سامة جدا، سريعة الاشتعال، انتقالها يكون عن طريق التقطير وليس عن الانتشار، يعني ينتقل من المنطقة المحترقة إلى المنطقة السليمة من اللي يكون نتائجها تقطير النار. فهذه المادة سريعة الاشتعال نواتجها أيضا سامة، أبخرة سامة جدا، يعني كثير من المتواجدين في هذه الأماكن اللي صار بها حادث صار عندهم اختناق من مخلفات. نحتاج اليوم إلى حملة جديدة للقضاء على هذه الظواهر، تحتاجون إلى دعم، تحتاجون إلى دعم أكبر مثلا. احنا ما عندنا حملة جديدة، حملتنا مستمرة على طيلة أيام السنة بكافة مشاريعها وكافة أصنافها، هذه كشوفات مستمرة، وهناك بعض الأماكن تم غلقها. طبعا الدفاع المدني ما عنده صلاحية الغلق، لكن يرفع إلى السيد المحافظ باعتباره هو الرئيس الأعلى للدفاع المدني في المحافظة، ويتم تشكيل لجنة من قبل البلدية ومن قبل الدفاع المدني ليتم غلق هذا المشروع. جيد. أنا أسألك، أنه بعض المؤسسات الحكومية وخاصة المستشفيات لحد اللحظة نشوف مثلا ممكن سندويش بنال أو غير المستشفيات، كثير من المؤسسات الحكومية هذه لما تم إبلاغهم بالتالي تم التحرك على هذا الموضوع، تم إنهاء بالفعل عندكم مثلا أعداد إحصائيات؟ طبعا من الوزارات المتعاونة جدا مع الدفاع المدني هي وزارة الصحة. ممتاز. باعتبار أنه هذا مساس مع المرضى اللي موجودين. احنا في يعني القريب كان مستشفى الطفل في مدينة الكاظمية المقدسة، كانت هناك واجهات إليكابوند وسقوف ثانوية، وتم إزالتها بعد 3 أشهر، تم إزالتها جيد. وبناء سندويش منال في السطح تم إزالته، وتم تفعيل سلم الطوارئ، هذا السلم يعني هذا يعتبر من أهم مقومات الوقاية والسلامة، هو سلم الطوارئ. مثل ما تعرف جنابك، هذه مرضى ومرافقين للمرضى، لازم انه وسوينا ممارسة داخل المستشفى. نعم. بحيث هناك بعض الموظفين هم قاموا بعمل الدفاع المدني، وهذا من واجب كل مدير دائرة انتخاب مجموعة من الموظفين يسموهم ما يسمى بمصطلح الدفاع المدني فرق الحماية الذاتية. جيد. هاي الموظفين يتم ادخالهم دورة داخل الدفاع المدني، ويتم تأهيلهم رجل دفاع مدني، لان داخل الدائرة يعتبر هو المستجيب الاول، الدفاع المدني يعتبر المستجيب الثاني. انخفاض نسب أو عدد الحرائق خلال هذا العام إذا نقارنها بالسنوات المضت، بالتالي هذا جاء نتيجة جهود وعمل وخطط ودراسات ومتابعة. أكيد. شنو أبرز الأمور اللي قدرتوا من خلالها تقللون هذه النسبة إلى أن وصلت اليوم إلى هذا العدد؟ طبعا يعني تقريبا بعد حادث الحمدانية، احنا قبلها كانت اكو كشوفات وكانت اكو زيارات للمواقع، ولكن دعم السيد رئيس الوزراء ودعم السيد وزير الداخلية كان دعم كبير جدا لمديرية الدفاع المدني. نعم. هناك 100 مفرزة أمر بها السيد الوزير المحترم، وزير الداخلية المحترم، وكانت متابعة حثيثة من قبل مدير الدفاع المدني لواء الحقوق محسن كاظم عليك. نعم. 100 مفرزة على عموم المحافظات، 11 في الكرخ و12 في الرصافة، هذه قللت من انتشار الحوادث، بحيث تصل عجلة الإطفاء إلى محل الحادث أقل من 5 دقائق، وهناك مكرمة أخرى باستيراد عجلات حديثة، وفعلا تم استلام عجلات حديثة صغيرة الحجم، وتم نصب مضخة من قبل
مفارز الدفاع المدني، كم تم نصب مضخة لهذه العجلات، هذه تكون سريعة. يعني اليوم عندكم المعدات الكافية المتطورة والحديثة للتعامل مع الحرائق الكبيرة لا سامح طبعا الله. احنا نتأمل، يعني نتأمل انه تكون عندنا حداثة مثل يعني توازي حداثة الموجودة في باقي الدول، لكن تعرف هاي يعني احنا مديرية الدفاع يعني الدفاع المدني لم تتلقى دعم مثل ما تلقته في عام 23، 100 مفرزة حاليا تم إنجاز ما يقارب 80% من هذا المشروع. ممتاز. وتم افتتاح هذه المفارز في نينوى وكركوك وصلاح الدين والنجف وديالة والأنبار وبغداد الكرخ والرصافة، ويوم أمس كان افتتاح في محافظة بابل. هذه يعني طبعا جنابك تعرف أن الشارع يعني حاليا الشارع هو من بداية النهار إلى النهاية هو ذروة. احنا نعم. كانت سابقا عندنا ساعات الذروة، هي بداية الدوام ونهاية الدوام، نعرف انه هذه الاماكن راح يصير بها ازدحام، نخلي مرابطات في هذه الاماكن حتى توصل باسرع وقت ممكن. حاليا اليوم نعم. كله هو يعتبر وقت ذروه، فهذه المفارز وهذا الدعم ساهم كبير جدا، مساهمه كبيره في انخفاض عدد الحوادث. نعم سياده العقيد اشكرك جزيلا، شكرا على هذه المتابعه، شكرا لجنابك. الله يبارك فيك. إذن مشاهدينا ختام الأفنى الثاني راح يكون بأبرز ما جاء في منصة إكس حول التصويت على تعديل قانون البغاء والشذوذ الجنسي، نتابع. إذن ختام الحصاد بموجز يلخص أبرز أخبار المحلية لهذا اليوم. السوداني يوجه بتشكيل فريق مختص من التخطيط والكهرباء والنفط والمالية لتحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة. مؤتمر بغداد الدولي للمياه يوصي بتعزيز التعاون الدولي في أحواض الإنهاء المشتركة وفق مبادئ القانون الدولي. مؤتمر العمل العربي يصوت على إنشاء هيئة تشغيلية للعمال المتضررين في جنوب لبنان من الغزو الصهيوني. وزير الصحة يفتتح مركز صدر القناة للأطراف الصناعية والمساند الطبية ببغداد بعد إعادة تأهيله وتوسعته. هيئة النزاهة تعلن صدور 37 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهر آذار الماضي. حصاد الليلة انتهى، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.